السلام عليكم، معكم عمر بلغيتي علوي، عضو ملتحق حديثا بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. المشاركة ديالي في المؤتمر ديال ويكي إن دابا الإفريقي كيجي من بعد واحد التبني ديال المشروع اللي كيحمل اسم ويكيميديا والفن التشكيلي بالمغرب. فطبيعة الحال العرض ديالو في هذا المؤتمر الهدف ديالو هو أنه تكون واحد تبني يعني ديال تجارب إفريقية في هذا المجال، ومحاولة ربط هذا المشروع بمشاريع ذات صلة التي يحملها أخواتنا وإخواننا الأفارقة. الهدف كذلك هو طرح وجهة النظر في كل ما يهم الفن والثقافة عموما، لأن الانفتاح على البلدان الإفريقية يقتضي مثل هذا النوع هذا من التنسيق ومن التشاركية. بالمناسبة أشكر المنظمين ديال هذا المؤتمر هذا، الإخوان اللي هما تميزوا صراحة لا في مكان الإقامة في مدينة أكادير الجميلة ولا من ناحية البرمجة المتنوعة اللي حاولنا ما أمكن في ظرف 3 أيام أننا نبرزوا ونبينوا على الأوجه ديال التقاليد والثقافة اللي كتزخر بها هذه المدينة المغرب عموما. شكرا مرة أخرى وإلى مؤتمر لاحق إن شاء الله.